لا أقسى من انكسار بهجة طفل، ولا أصعب من أن يجبر جسد صغير على تحمل ألم يفوق احتماله. هنا وفي هذه الزاوية التي أجبر يحيى على ملازمتها مثقلا بجراحه في منزلهم الصغير بمدينة تعز، تروي أم يحيى تفاصيل إصابته، ويحاول هو إخفاء دموعه ونظراته التي تحكي الكثير من الوجع. أنا هنا جالس نعبو الحار الجهال، جاءت القذيفة الأولى ونزل لنا الشظايا فوقنا، يعني من شوق الأطفال بيروحوا يشوفوا كيف فقاعات البيت اللي تعوروا، وبيشوف منو تعور. هو وصل هو أصحابه، طبعا كان الشارع مليان أطفال يلعبوا قريب النادي صحة. بعدين جاءت الثاني، أدت إلى كسر أيده، تهششت العظمة حق أيده تماما، كانوا بيبتروها بتر لكن الله لطف عليه وردوها يعني، وتكسرت العظمة حق الفخذ وتمزقت هناك العصب. هو فضول الأطفال وعقليتهم التي لا تتخيل المخاطر ولا تستوعب بشاعة الحرب ومن يشنها عليهم، فعلمته الحرب درسا قاسيا كلفه الكثير، وجعلته يطرق طرفه ألما وندما على سلوكه الطفولي. أتمنى إن أنا ما كنتش خرجت عشان ما أتعورش. يحيى الساكنة فيه روح الطفولة المكبلة لها الإصابة لم يعد يستطيع اللعب ولا الجري كباقي أقرانه، بل بات من الصعب عليه التحرك بدون مساعدة أسرته الذي كان هو من يساعدها. أي حاجة لا يديني الدب الماء ولا ينفعني للسوق ولا لأي بقعة. الآن الحمد لله كتب الله. يحيى واحد من مئات الأطفال الذين كبلتهم إصابتهم وحرمتهم الحرب من طفولتهم وتركت فيهم آثارا سترافقهم.